في استفادة من الخبرات الإيرانية في المجال العسكري؟ نعم لا ننكر ذلك، وهذا أيضا بالنسبة لنا موقف نشكر إيران على ذلك، ونتمنى أن تستمر إيران في هذا الدعم. اليوم اليمنيون هم يصنعون الصواريخ، هم يصنعون الطائرات المسيرة. نقول شكرا لإيران. أوجه شكر للذين قدموا المال والسلاح للمقاومة الباسلة الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين لم يبخلوا عن هذه المقاومة بالمال وبالسلاح وبالتقنيات. موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.